شهد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد إطلاق مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد في محافظة بورسعيد. يشمل هذا المشروع تطوير المنشآت الطبية بالمحافظات التي ستستقبل قانون التأمين في مرحلته الأولى من خلال تمويل الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو، فضلا عن تجهيز وميكنة وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.